ما نعرفش انت زيادة تبارك الله شكون لا فيها معناها انت عندك العيب والحرام والحاجات وربي عطاك اربع بنات شفت بنات معناها مش ولاد هذيك المصيبه. لا اني يعني من نكره الطفله وكن ما نحبش ما حبيتش نجيب حتى الطفله اي اما ما زلت ترى اللي اي حاجه عندها علاقه ببدنهم ما بعيد عليا. لا 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 لا, لا 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 بدن ذكي خط احمر بالنسبه لي اني يعني ذكي ملك شخص معين كها رجلهم رجلهم. انت علاش تتعامل مع بدن بناتك كانه ملكيه نتاع واحد مازال ما جاش؟ مش لدرجه انه يستملك لي بدني، حتى رجلي ما عندوش الحق باش يستملك لي بدني. جاتك القوه هذه كلك منين طلعتي بيه الكلام هذا؟ يقول بدني وما بدني 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 ملكي يعني ما انا ملك شكون.